نعم بقية المشايخ بعد عبد العزيز بن باز الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله. هذا من شيوخ الاستفادة والسمع، لأنه أولا لما كنت في الجامعة كنت أذهب إلى دروسه في قسم العقيدة عندهم إيش في الدراسة العليا. ما شاء الله. ولما أكون مكتوبا عنده ولما أكون منتظما عنده هكذا أذهب أستمع إليه في دروسي في العقيدة، رأيت حتى عرفوني وتركوني أنتج الفرصة هكذا. رأيت فاستفدت منه في ذلك كثيرا. وكذلك لما كان قد بدأ شرح الترمذي الجامع الصحيح للترمذي في المسجد النبوي حضرت شرحه، ما شرحه من الترمذي في المسجد النبوي. وقبل هذا عندما أتيت جديدا في المدينة وكانت عندي فتويان لشيخنا بمالي في موضوع الإرسال أو القبض والصدر في الصلاة. وهاتان الفتويان قلت للشيخ الأمين في ذلك لما أتيت عندي فتويان أود منك، وهاتان الفتويان للشيخ في مالي أود منك أن تأخذهما وتقرأهما وتبدي لي رأيك فيهما. فاعتذر الشيخ الأمين فتذهب للشيخ محمد. فالشيخ حماد ذكرت له وقلت له أنا أتيت بمالي، فقال أنا أيضا بمالي. نعم هو من مالي. نعم كده بسرعة. نعم فذكرت له حاجتي فقال أعطني الفتوى، أعطني الدفتر. فأخذ الدفتر وقال تعالي راجعني بعد كذا بعد كم يوم بعد أسبوع. على كل حال راجعت بعد ذلك، ثم لما جئت إليه ودخلت عليه عرفني فقال اجلس. فجلس فقال لي يا ابني احرق الفتوى. لا إله إلا الله. أستغفر الله وغفر الله لشيخنا. آمين. ولشيوخنا كلهم. آمين آمين. لكن هذا من الغاية من إيش؟ من حماد على السنة. على السنة نعم. وذلك فلما قال لي هذا سبحان الله قلت في نفسي هذا الشيخ أحمق. لأن أنا جديد. نعم لا. كذا تحرك الفتوى. نعم. يحرك الفتوى. لكن ما قاله هكذا اعتباطا. أيوة والله. لكن في ذلك الوقت ما فهمت فغضبت وقلت هذا ما هذا أحمق. هو يحترق على السنة. فقط. نعم. فأخذ الفتوى بعد ذلك ورجال وما ما قال لي شيئا بعد ذلك أيضا. نعم. ما جاوبك. أيوة. ما قال يحرق. بس. فرجعت بالفتوى. نعم. والحمد لله. ثم أدركت سر قوله بعد 10 سنوات. ما شاء الله. شفت لأن هذه الفتوى كيف أردت السر؟ وجدت كتابين أو هذا أهدى إلي أحد الطلبة من مكة جزءا واحدا من كتاب اسمه المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار لهذا الغماري. ما أدري محمد وكذا الغماري محمد الصديق الغماري. نعم كان في الأزهر وحصل منه هذا. على كل حال هذا الكتاب بسببه انتبهت إلى صدق قول الشيخ حماد، لكن أسلوب الشيخ حماد كان حارا فقط. حرارة لا يناسب مسألة المبتدئين. نعم صحيح باللطف كذا لكن هكذا. إذا فهو له حالة. أنا كل البيان هذا يطول الوقت عليه. كيف اطلعت في رسالتي أو في كتابي الغماري هذا على سر قول حماد، فوجدت أن الشيخ في مالي رحمه الله نقل من فتوى لأحد علماء الشنقيط الكبار كانوا هنا في عهد الأتراك كما يقال اسمه محمد الخضر ابن مايابا الجكني الشنقيطي. كانوا هنا قديما. رأيته؟ نعم نعم. هو أفتى فتوى لما كان هنا. أيوة. بترجيح السدل على القبض في مذهب مالك.
في مذهب مالك. نعم. رأيته؟ نعم. وأرى كل الكلام يطول هذا. فالغماري هذا اطلع على هذه الرسالة وكان في الأزهر، ذكروا له هذه الرسالة فرد على هذه الرسالة وسماها المثنوني والبتار. فلما قرأت هذه الرسالة للغماري وقفت على أن الشيخ مالي كان قد اطلع على رسالة الشنقيطي في ترجيح السد القبط. حتى أنا أول الوقت أريكم فكنت أشير، قلت سبحان هذا كلامه مثل كلام الشيخ في رسالته، لكن يزيد فقط. يزيد نعم. رأيك. هذا حماد الأنصاري. وغير شيخنا عطينا اسمه. وبعده الشيخنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. يا سلام. كنت جلست كثيرا في تفسيره بين الناس كذا أسمع أسمع. وغيره شيخنا. وبعده الشيخ عطية محمد سالم. استمعت إلى شرحه، كان يشرح الموطأ. كان يشرح الموطأ. فاستمعت إلى شرح الموطأ حتى هو على كل يعني مسألة أخرى تتعلق بالموطأ. كان لاشتغالي بشرح الموطأ أمرني بنقل شرح للموطأ مخطوط في الجزء الأول فقط من هذا الشرح الكبير، وسماه الجامع المختار، سماه المؤلف الجامع المختار بين المنتقى والتمهيد والاستذكار. جزء أول فقط من أول الكتاب أو الطهارة إلى 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 باب التيمم. الجزء الأول فقط موجود هنا. فكان مما أمرني الشيخ عطية بنقله هذا الكتاب، فنقلته له في معلو في 1000 صفحة بيدي هكذا المدة. سبحان الله كنت أمشي لي في الحر الشرقي هناك هكذا رأيت. فهو هذا من آثاره. من آثاره ومما يذكر في هذا من باب الاستئناس والاستذكار أني بعدما انتهيت من نقل هذا الجزء الأول له لشرح الموطأ قلت له أعطني هذه النسخة التي كتبتها بيدي أصورها وأعطيك هذه النسخة الأصلية التي نقلتها بيدي. فلم يروى، استغفر الله. والله هذه ما أريد أن أذكرها. سبحان الله. وبعدين ما عندك ما هي موجودة عندك شيخنا الآن؟ انت اصبر. نعم. فقال ما اعطي. قلت اذا هذه النسخة المخطوطة الاصلية. ايوه. التي انا نقلت منها. ايوه. لك. اعطني تلك النسخة. ايوه. المخطوطة. ايوه. فاعطاني. ما شاء الله. المخطوطة. المخطوطة. فصورتها ايضا. ونقلتها مرة ثانية الحمد لله. وكنت في الدويمة. وما نقلته مرة ثانية. فوقفت على الكتاب وعرفته أكثر منه هو. لا إله إلا الله. نقلت مرتين. نعم ما شاء الله. صحيح. رأيت. شبه حفظ. شبه حفظ. الموجود هنا ورد من ترى التصوير موجود هنا. ما شاء الله. رأيك إن شاء الله. نعم المرة الجاية على الكتب إن شاء الله. وهذا من أخبار الشيخ. رحمه الله. الدنيا سبحان الله. نعم. أيام ثم تنقضي.